جامعة عمان الأهلية أول جامعة خاصة في الأردن، شهادات معترف بها عربياً وعالمياً، 8 كليات و40 تخصصاً علمياً، كلية الآداب والعلوم، كلية الحقوق، كلية الأعمال، كلية تقنية المعلومات، كلية التمريض، كلية الصيدلة والعلوم الطبية، كلية العمارة والتصميم، وكلية الهندسة. وضمن اتفاقية التعاون مع القسم المهني في هيئة علماء المسلمين في العراق، فإن جامعة عمان الأهلية تقدم للطلبة العراقيين خصومات تشجيعية تصل إلى 30% من أجور الدراسة وبحسب التخصص ومعدل الطالب. بادر بالتسجيل الآن واحجز مقعدك الدراسي.